جنارة جنارة فتح الباب يا جنارة. شلون تدخلون البيت من غير استئذان؟ نعم، ايش عندك؟ أنا جيت أخذ حقي يا لطيفة. مالك شيء عندي؟ ولا تخربطين بالكلام يا شريفة، فاهمة؟ ضحى، دقي على أخوك حمد بسرعة، خليه يدق عليه تليفون. أنت المجرم اللي خطفتني. أنا ماني مجرم، أنا أخو غانم. دلال ما عنده إلا أخو واحد اسمه حمد. طلعوا برا لا يجيب الشرطة تخمكم.